دي كل الكمية انا محتاجها. لا 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 لا، الحلقة دي من الهارد كور كانت هي الحلقة الوحيدة اللي كان ممكن اموت فيها للصراحة لحد الان. برينا اشياء مجنونة وعملنا اشياء مجنونة اكتر. وحابب اقول لكم قبل ما نبدأ الفيديو ان في نسبة كبيرة منكم مش مشتركين، فلو عجبك المحتوى عايزنا نكمل في صناعة المحتوى الجامد ده، يا ريت متنساش الاشتراك كومنت واللايك كمان، لان اللايك برضو يعني فاهم انت تشترك فانت اللايك جنبك مش هي بس تحرك صباعك سنة. هسيبكم على الفيديو، انجوي. مبدئيا قبل اي حاجة، احنا في يوم 101 وعندنا حاجة كتيرة قوي نعملها في الحلقة بتاعتنا النهاردة، وعمال ما نكون وصلنا ل 200 يوم هيكون عندنا موف فارم، تري فارم للنزر، ومخزن هنا. فيش وقت، خلينا نبتدي شغل. مبدئيا في اتنين من انواع الفارمز احنا هنعملهم، اول واحد للنزر وورد، التاني اللي النزر وود او كريزمن وورد. وود كريزمن وود. يب انا الانجليزي بتاعي نار. اخر مره ما كنت مبني المكان الكروين ده شلت البوابه اللي كانت هنا، فخلينا نصنع بوابه جديده. المره دي عايزين نحطها في مكان ما تتشالش منه، فانا ما اظن هنا كويس. يب زي الفل، يلا النزر. تمام، كل انا محتاجه من هنا بس مجرد النزر ووردز، ف بليز ما تقتلونيش. بسم الله بسم الله، فين النزر وورد؟ فين النزر وورد؟ هاي 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 هاي، استهدى بالله استهدى بالله، انا مش لحمه. انا حاسس ان انا قريب، لان لما بشوف بركه اللافا دي ولا بقعه اللافا دي بحس ان انا قريب، مش عارف ليه. او شست، واو واو على اللوت الجامد، اقوى لوت في الحياه. فعلا يستحيل ان انا اخاطر بحياتي في الهارد كور عشان اجيب لوت زي ده. واو كمان شيست، واو. لا 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 لا، ده لوت جامد قوي بقى. ها ها، هي اكيد هنا، هي اكيد هنا. يلا يلا يا اخي، ما هذا يا اخي يا اخي. اخيرا، هلا، شخباركم حلوين؟ حرفين هي دي كل الكميه اللي انا محتاجها. لا 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 لا. انا كنت قريب ان انا اخسر العالم بتاعي كله. بس يا باشا هحاول اقتلك، بس ايه، ايوه كده، ريا امان زي الفل. نو 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 نو، انا لازم اخد الحاجات دي واطلع اجري. اشوفكوا بعدين ان شاء الله، اشوفكوا بعدين ان شاء الله. السلام عليكم. انا بقى انا ماشي ومش هاجي هنا تاني، واسف جدا جدا، وانتم ملوك المكان ده، انتم ملوك المكان ده، محدش يقدر يعترضكم. انا البوابه تحت من الاتجاه ده، حلو، ومش راجع لكم تاني، مش راجع لكم تاني الا لما ابقى وبي وبي بقى وبي قوي، معايا توتمز توتمز كتير. دي كانت اقرب حته اموت فيها من فتره طويله. الوضع يخوف. المهم اللي احنا رجعنا بامان للمنطقه بتاعتنا وكل حاجه زي الفل. اوكي انا مجهز كل الموارد اللي احنا نحتاجها في الفارم هنا، هي فارم بسيطه جدا وسهل قوي، واف كي كمان، فانا مش محتاج اعمل فيها حاجه كتير. بسم الله. اوكي خلصنا الفرن، بسيطة جدا الصراحة، ما توقعتش تكون ببساطة دي. طبعا الديزاين من شلكر كرافت لأي حد حابب يعمل نفس الفارم. اللي أنا فهمته إيه؟ عشان أقفل في الفارم دي لازم أدخل في ماين كارت، واللي هو أولا نخفي السول بتاع الماين كارت ده خالص، وأعمل إيه؟ أفضل ضاغط رايت كليك هنا، وبعد كده اف 3 وتي عشان اللعبة تجلطش، وأفضل ضاغط رايت كليك. هو أنا مش فاهم الفارم بتعمل إيه قوي، ولكن كل اللي أنا فاهمه أوكي تمام شكرا جدا. لا مفيش حاجه في الفارم باظت. زي ما كنت بقول، انا مش فاهم الفارم بتعمل ايه بالظبط، يعني ازاي شغاله بالظبط، ولكن كل اللي انا فاهمه انها بتجيب لي النذر وورد، فده كل اللي انا محتاجه حرفيا. هنخليها دلوقتي حد ما نيجي نبني المخزن اللي هيبقى هناك. ما حاليا فاحنا عايزين نشتغل على موب فارم. يب موب فارم. الواحد محتاج كل الايتمات اللي بتنزلها من الفورم الحلوه زي الجن باودر، الحاجات الجميله دي، وخصيصا الجن باودر. ليه بقى؟ اللي احنا في الحلقه الجايه هنقتل التنين، فمحتاجين جن باودر عشان فاير ووركس. ها، وحسب معلوماتي قصان يعني الماب، المنطقه دي ديب اوشن. ليه؟ ما يعرفش يا شباب، الموب فورم بتشتغل باقصى امكانياتها في بايم ديب اوشن. تسالنيش ليه؟ هي موجانج عايزه كده، ف اوكي على ما اظن. الموب فورم دي اكتر حاجه هي محتاجاها بلوكات، فخليني كده اشوف انا معايا بلوكات قد ايه، لان حرفيا مش محتاجه حاجه تانية، هي بس بلوكات، شويه دروبرز، اوبزرفرز، وسهله جدا. هي اللي بعملها في كل سلاسل حرفيا، مفيش احلى منها، هي احلى واحده. اوكي عندنا شويه كابل ستون هنا، شوية ستون هنا، وشوية كابل ستون هنا برضو. طبعا ما يكفوش ابدا.
هاد بيكاكسي سيلك تاتش، وحان وقت تجميع شوية بلوكات. السؤال هنا، واحنا افضل طريقة نجمع منها بلوكات منين؟ واتف الو ماينكرافت هلو، شغلت هاك لثواني كده. انت متقليش ان كل حاجة هنا اندي سايد صح؟ يعني بليز. ايوه ستون اخيرا، وقت وقت التجميع بقى. متهيلي شوية دول يكفون حاليا. خلينا نطلع من هنا، بس قبل ما نطلع من هنا مش عايز اغلط نفس الغلطة اللي غلطتها في وزر كرافت، فعشان كده ده عشان ما احولش المنطقه هنا للموب فارم. اوكي، اللي هيحصل ايه بقى دلوقتي؟ ان الشويه دول كده احول 90% منهم لسلابات، الشويه اللي عندي دول هستخدمهم في المكان اللي تحت اللي هينزلوا فيه الموبات، اللي ده بيتبني كله بالستون بالبلوكات العاديه مش سلابات. دلوقتي ما بقاش فاضل غير ان انا اجمع شويه كوارتز، لان اخر شويه كوارتز كانوا عندي عملت بيهم اوبزرفرز دول، محتاج اجمع شويه كمان عشان نعمل بيهم اوبزرفرز كمان. اوكي، عامة البيكاكس بتاعي اللي انا بكسر بيه اتكسر، فكده كده خلينا نرجع للبيت. انا فعلا محتاج اعمل لي بيكاكس فورتشن او حاجة زي كده. اوكي، كل الموارد جاهزة، مش متأكد انها جاهزة بس لو احتاجت اجمع تاني. وقت بناء المفار. بالمناسبة انا اكيد انا مش متأكد من اللي انا هقوله، بس المفروض يكون في فيديو من السلسلة الجديدة نزلت، واللي هو تطوير ماينكرافت بالكامل، لو انا هاخد كل البنايات في ماينكرافت واطورها واحد واحد، حتى الماب بتاع ماينكرافت اطوره. دي سلسلة جديدة في القناة، انا بدأت بالقرية بتاعت ماينكرافت اللي انا طورتها 3 مراحل. مش متأكد اذا كان الفيديو نزل ولا لا في الوقت انت بتتفرج عليه على الفيديو ده، بس المفروض يكون نزل. لو نزل روح حط لايك ولا اطلع لك وانت نايم. anyway خلينا نبتدي دلوقتي في البناء. خلصنا، زي انتم شايفين فرمة خلصت وشغالة زي الفل. اوريدي جمعنا الشوية دول، بس وانا واقف هنا بس بفتح تصوير جمعنا الشوية دول، فواضح انها تبقى فرم نار. عملت الـ AFK بتاعها فوق، منين ما هحتاج موارد هطلع افك فوق. الفرمة دي انا عملتها 9 طبقات مش 10، عشان اصلا كل مرة بعملها 10، بس 9 طبقات حلوين. الموارد اللي معايا مكفتش للعشر طبقات، فالتسعة حلوين. بالمناسبة انسيت اقول لكم على مشكلة عندنا في الماب. يا انا نسيت احط قرية هنا. يا مفيش كرة، مفيش كرة في الماب. ده معناه عشان اجيب كرويين لازم اطلع بره الماب، اجيب الكروي احطه في قارب بطريقة ما، وادخل بيه في سيستم الانهار بتاع الماب لحد ما اوصل للمكان بتاعي. تكنيكيا الموضوع سهل، اللي انا اجيب كروي من قرية لهنا تكنيكيا، ولكن لو الكروي بعيد عن المحيط ده هيبقى شوية صعب. وانا صراحة بدور اللي انا نزل الفيديو ده بسرعة، فهنأجل موضوع الكروين ده الحلقة الجاية برضه. كده انا بقيت متأكد ان فيديو القرية نزل، اللي مشوفوش يروح يشوفه، حط لايك بقول تاني اهو، ولا اطلع لك وانت نايم. عامة احنا خلصنا اهم حاجتين دلوقتي عندنا في الحلقة، النزل وولف فارم، واحنا في يوم 165. ده معناه ان انا هبدأ على المخزن، هخلص المخزن منظم حاجاتي، وبكده على ما اظن هنكون خلصنا ال 200 يوم. المواضيع دي بقت تاخد وقت مني اكتر من المفروض تاخده، يعني على فكرة خصوصا الموارد بتاعت الروف ده، الموارد بتاعت الروف دي صعبة اوي. قاعد بفكر ممكن اعمل ايه عشان اجيب التركاتة بسرعة. عشان اجيب التركاتة دي بعمل ايه؟ بروح هناك، شايفين المسافة قد ايه؟ بجمع التركاتة، بعد كده باجي هنا بجمع ورد احمر اصبغه، بعد كده اعمل الجليز تركاتة. اوكي، دلوقتي وقت الحقيقة، هل الفورم دي هتبقى شغالة لما اجي افك فيها كده؟ المفروض ايه اللي هيحصل؟ ان بعد ما النزل ورد يكبر الفورم هتكسره، انا همسكه وارجع ازرع مكانه واحدة تانية، وافضل هكذا. شكل مطول حبتين، هشوفكم بعد التايم لاب لبناء المخزن.
بوم خلصنا. المخزن ده شكله خرافي جدا الصراحه. بدات انا اطور في التصميم ده، وانا عارف ان الحيطه دي شكلها ممل حبتين، ولكن ما كانش عندي وقت طويل عشان اعرف اصمم براحتي، اضطريت ان انا كده اسلك. بس حتى بعد ما سلكت طلع شكله برده حلو، متبع نفس الديزاين الاحمر اللي انا ماشي بيه في المنطقه دي بالظبط. انا فكرت فيها وقلت مثلا المنطقه دي لما تكون كده كلها حمراء، ممكن نعمل منطقه تانية هنا زرقاء، ممكن نعمل منطقه تانية هنا خضراء كده، تبقى في مناطق والبيوت بتاعتها كده ملونه. واحنا دلوقتي في يوم 171، لسه قدامنا اكتر من 20 يوم عشان نعمل فيهم حاجات جامده. قبل ما نعمل اي حاجه جامده لازم ننام. ايوه ثانك يو فيري ماتش. اولا احنا محتاجين نشيل الغابه دي كده كلها. يب الغابه دي كده كلها. عارف انا تعبان نفسيا والله عارف، بس لان في المنطقه دي احنا هنكون بنبني البيس بتاعنا الكبير، فانا عايز احضر له منطقه وكده. اظن الاشجار اللي هنا يعني سهله تتشال صح؟ ما اظنش ان الموضوع ياخد منا 10 ايام حتى. اوكي الموضوع خد 10 ايام بالظبط. هي الخشب دي حرفيا هتكفيني ال 500 يوم. المشكله الوحيده انا مش بستخدم نوع الخشب ده، انا اكتر حاجه بستخدمها السبروس. يا شكلهم هيبيتوا معانا هنا. لكن شوفوا المنظر يعني انت على فكره مش محترم التليفون ده على فكره. شوفوا المنظر هنا، المنظر ده حرفيا يعني قولوا لي مثلا 400 يوم ولا 500 يوم كمان، المنظر ده هنا هيبقى مليان، المكان هنا هيبقى مليان وهيبقى شكله حلو قوي وخرافي كده ومنظم وحلو وجميل. حلو حاليا انا محتاج اجمع اندر بيلز عشان احضر الفايت مع الاندر دراجون الحلقه الجايه، وهي اسهل طريقه اجيب بيها اندر بيلز اني اجيب البوم الجميل قوي ده وقت الاندر مان. انا هتعذب شويتين. 16 حبتين على ما اظن يكفوا قوي، فانا لازم اطلع من هنا بسرعه لان انا كنت قريب جدا من ان انا اموت في حده مراحل كتير. ودي مهمه كمان دون. الهارد كور ده سهل ولا انا متهيالي؟ عايزين بقى نلاقي قريه تمام، لان انا محتاج قرويين جدا. او شوفوا انا لقيت ايه هنا. هلا اوكي طبعا احنا هنعمل بلاوي سودا في المعبد ده، بس لما اجيب اللايترا واجيب لي شويه بوشنات عشان اكون في الامان. اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي اللي احنا نطلع ونستكشف اللي هناك ده. فعلى ما اظن انا محتاج بوت، هاخد بوت وهاخد كل الاكل الموجود هنا احتياطي لو حصل لي اي حاجه. اوكي احنا هناخد الطريق ده ونطلع من النهر هنا احسن، وتبدا رحله الكابتن عمر في بحار العالم السبع. اهلا يا دلفين، عاملين ايه؟ كله تمام، انا بس بعدي من هنا مش هتشوف وشي تاني. واو بعد ما اوصل المنطقه دي عباره عن جزيره صغيره جدا كمان. لا اصبر في حاجات هناك. ما هذا يا هذا؟ انه شيء نحن لا نهتم به. واو جزيره تانية، نايس. جزيره تالتة، هو ايه بالظبط ده؟ ده مثلث برمودا ده؟ والله شكله كده، شكله مثلث برمودا. يمكن اعمل مشروع مثلث برمودا هنا يعني. يمكن ليه لا، تبقى فكره حلوه. تقوليش ان دي كمان جزر تانية؟ تقوليش كمان، انا عايز الاقي القريه. وات ذا ف. اوكي اللي انا هقوله لكم دلوقتي ممكن يبقى غريب شويتين، ولكن انا اضطريت ان انا ادمج عالم ماينكرافت عادي مع الكاستم ماب بتاعي، لان بعد لف اكتر من 7000 بلوكه بعدين اكتشفت ان انا وانا بستخرج الكاستم ماب نسيت اخليه يندمج مع عالم ماينكرافت عادي. فايه اللي حصل؟ كاستم ماب ده اندمج مع السيد اونلي اوشن، يعني حرفيا محيط فقط. عشان كده عندنا معبد ميه هنا، وكمان عندنا معبد ميه هنا، وكمان واحد هنا، وعلى الاغلب في واحد هنا في حته من الحتت دي كده بس انا ما شفتوش لسه. المهم الموضوع خد مني وقت طويل عشان اقدر احل المشكله دي، ومحليت المشكله دي عن طريق ان انا احط عالم عادي داخل السيد اللي كانت بتاعت العالم ده. وبعد ما عملت كده زي انتم شايفين وصلنا لقريه اخيرا. طبعا بسبب مشاكل التقنيه الكتيره دي عدد الايام بتاعنا ما اتغيرش. شيء حلو على ما اظن. بقول لك ايه بقى يا باشا، شوف انا اتعذبت عشان اجي هنا، فانت هتبقى يعني شخصيه بسيطه وحلوه تدخل في القارب ده. يلا بقى يلا بقى يلا. ايوه 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 تعجبني لما تسمع كلامي. تعرفوا ايه المشكله بقى دلوقتي يا شباب؟ المشكله ان انا هاخد الباشا ده لما اعرف امشي. نايس حلو، هاخد الباشا ده هرجع بيه للماب بتاعي. لا كده كده قله ادب يعني. يعني السنتيمتر ده، السنتيمتر ده الكار مش قادر يطلع عليه. ماينكرافت ساعات بتجنني اقسم بالله. انا هاخد الباشا ده هرجعه عندي المنطقه، وبعد كده هرجع تاني الطريق ده كده كله للقريه هنا عشان اجيب واحد كمان، هرجعه للمنطقه، وبعد كده هرجع تاني عشان اجيب واحد كمان. عشان يبقى عندنا ثلاثة فيلجرز، وبالثلاثة فيلجرز نعمل فيلجر بريدر. عايزين نسميك اسم بقى بانك انت اصعب واحد لحد دلوقتي بسبب كل المشاكل اللي حصلت. اسم. كان في فيلجر عندي اسمه حسن، تفتكروا؟ انت يبقى اسمك حسن، معلقك في السماء. يب يبدأ اللي نعمله. خلينا نشوف هل في طريق اطلع منه المحيط. تقريبا من هنا، بس اضطر ان انا اكسر طريقي من هنا واطلع من هنا للمحيط. اوكي
اوكي واو، ده ترين غريب قوي، لازم اقعد اكسر شويه حلوين من هنا عشان اطلع للجنب التاني. النور النور اخيرا. تعال حسن، معلش اتاخرت عليك يا باشا، بس اوعى تقول انك مش هتقدر تعدي من هنا، راسك كبير انت. قدام شويه بس، يلا عادي عادي محلوله. وي وي يلا وي، وصلنا المحيط. رحت قدامنا وقت طويل جدا، طريق طويل جدا. اوكي احنا عند الكاستم ماب، فمتهيالي افضل طريقه عشان اجيب بيها الفيليشر ليه هنا، ولا انا اجي من هنا وادخل كده وادخل من النهر المتفرع ده كتير، ونقدر نخليه هنا دلوقتي، ممكن نقفل عليه دلوقتي هنا. على فكره الموضوع خد مني يوم ماينكرافتي واحد، شوف القريه فين وانا فين، ما توقعتش انه هياخد يوم واحد. احنا دلوقتي في يوم 182. انا هحط الكروي ده هنا، وعلى مدار 3 حلقات هنجيب كل حلقه كروي عشان ده حوار قوي وممل. انا مش مستعجل عليهم من الصراحه، هحط الكروي ده مكانه وهنبدا. اي لا ما تطلعش، وهنبدا التايم لاب لتظبيط المنطقه، بمعنى ان احنا هنحط طرقات وهنظبط الاماكن البنيات بعد كده. طولش عليكم بقى عشان دي رحله طويله حبتين، استمتعوا بالتايم لاب. يوم 209. اوكي تخطينا ال 200 يوم بشويه، بس انا كنت مقفك هنا في الموب فارم عشان اجيب شويه موارد ابني بيها الحاجات دي، وخدني الوقت ونسيت ان انا مقفك، فيا قاعد كام يوم مقفك لوحده هنا. ولكن تعالوا اوريكم احنا خلصنا ايه. مبدئيا خلصنا الطريق ده الجميل قوي ده، تمام. لو عندكم اي تعديلات للطريق قولوا لي، لان انا حرفيا عايز طريق منظم وحلو، لان انا مخطط ان انا اعمل مدينه منظمه، مش اي مدينه زي اللي ما بعملها كل مره كده كل حاجه مردوه وكل حاجه في مكان، لا انا عايز كده منظمه منظمه ومتخطط لها وكل حاجه. عايز اعرف رايكم في الطريق، لو عندكم اي مثلا سينات للطريق خدوا الصوره للطريق ده حاولوا تعدلوا عليه، وبعد كده ابعتوا لي الصوره اللي انتم معدلين عليها في الديسكورد. اما الحاجات اللي انا حاططها هنا دي، فانا هنا عامل اوتلاين او محدد الاماكن اللي هيبقى فيها باقي المباني بتاعه المدينه. يعني مثلا هنا هيكون في شوجر كان فارم، مثلا هنا هيكون في بيت، اما هنا مثلا هيكون في تاور، هنا ممكن تكون فارم ميلون وبوبكن عادي، ده ممكن يكون كافيه، كافيه كده الفيليجرز يجوا يقعدوا فيه ويرتاحوا. فيليجرز مين؟ جيش البطيخ طبعا. طبعا هناك هيبقى في المركز الرئيسي بتاع المدينه، عايز اعمله كده كدايره كبيره جدا في النص، لسه لما اخلص المنطقه دي كده الاول وابدا اتفرع بالطرق للنحل هناك دي، ساعتها هبقى اعمله. اما حاليا احنا لسه اصلا ما وصلناش الطريق ده لباقي البيوت اللي هنا، بسبب ان الفورمات الموجوده هنا حاليا او الحاجات الموجوده هنا حاليا انا محتاجها دلوقتي ومكسل اشيلها، فانا هسيبها لاشعار اخر. بتهيألي كده نكون خلصنا الحلقة، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ما تنسوش اللايك اشتراك كومنت يا حجاش البطيخ. بليز حط لايك.